اللي فهمته من الفيلم اللي مش تكون يكون دوري كما دور روس في فيلم تيتانيك، هي مش تحكي في حكاية فاتت، فهم ممثلين أخرين اللي هم مش يمثلوا الواقع اللي متاع القصة هذيك. معناتها أني روس ألفة عندها أربع بنات، جوز الصغار إيه وتيسير مازالوا عايشين معاها، والزوج الكبار رحمة وغفران كليهم الذيب. وزادة باش تتعرفوا على الزوج ممثلات اللي باش يمثلوا أخواتكم الكبار. إما فما ممثلة باش تعوضك وقت اللي أنت شي حوايج صعبة عليك تنجمش تعملها. هذا هو الجانب الخايب في الفيلم، دايما برشو في الجروح متاعك. أكسيون. اي اما مازلت ترى اللي اي حاجه عندها علاقه ببدنهم. طب بدني ملكي يعني، ما انا ملك شكون. جاتك القوه هذه كلك منين طلعتي بيه الكلام هذا؟ هاو كان اخو وقت نشدها نبرك عليها كيف من هكا، والله قاعده نعبر يعني نحكي في الفيلم مش نحكي في الدار. انت وشني الغلطه في هذا؟ سامحني شنو يا انت قلت لك الطفل باسني. انت ما بشتش في عمرك كان باسني، وانا ناخذ الثاني وناخذ الثالثه. خاطر كيف ما قالت لك نفس اللي تمارس عليها هي في حياتها عملته في نحن الكل. أخت كوين ما نعرفش بقول لها برش حاجات أي. في الفيلم هذا باش نحاول نحكي حكاية بنت ألفة